النهاردة الكلام رايح للستات، الانزلاق الغضروفي عند الستات، مشاكل الظهر عند الستات، مشاكل العمود الفقري عند الستات. والكلام لما بيكون متعلق بالست تلاقينا احنا كمعشر أطباء بدأنا نركز يعني في نقط معينة لأنها مرتبطة بتصرفات الست الحديثة كمان. يمكن الراجل ما غيرش كتير من تصرفاته عبر التاريخ، بيعمل نفس الأخطاء. نقول له تدخين، ما هو بقاله شو 100 سنة بيدخن. شيل تقيل، ما هو الرجالة عبر التاريخ بتشيل تقيل. الستات التصرفات الحديثة بالنسبة لهم في كلمات منورة جدا زي الكعب العالي. تقوم تقول لي طب ما هو عبر، لا ما كانش عبر التاريخ الكعب العالي قوي كده. ما كانش عبر التاريخ تصرفات الست بالكعب العالي، يعني الستات كانت فين وفين عبال ما الست تخرج. دلوقتي الست بتخرج تشتغل كل يوم وتلبس كعب عالي كل يوم، كانت الست تلبس الكعب العالي في المناسبات لانه مش كلهم كانوا بيشتغلوا، وحتى فيهم اللي كان بيشتغل كانت بتلبس الجزمه الفلات او الكعب قليل. دلوقتي لا، بتحب تبان شكلها شيك. فتأثير خطر بتاع الكعب العالي. كمان نسبة كبيرة من الستات بقت تشتغل هارد وورك. نسمع عن ست تشتغل مثلا في تصليح السيارات، فبتشيل أدوات ثقيلة. الجيم أعتقد مع البنات هيلعب دور في المستقبل، أو لعب دور في التأثير على ظهر البنات، لأنه البنت عندها تهور مع الرياضة عموما. تقول لك أنا عايز أخس، تروح الجيم. طب بتجري على التريد ميل؟ تجري، لكن الكارثة بتكون في المدرب بتاع الجيم اللي ما عندوش خبرة، اللي ما عندوش ذكاء، واللي عايز يجامل يبدأ يمرنها تمارين معينة تضر ظهرها، تضر الغضاريف، تعمل انزلاق غضروفي عند البنت بالتدريج. شيلي تقيل، مش عارف اطلعي ازاي، اعملي تمارين مش مناسبة لوزنك ولا الفيتنس بتاعك، لسه عضلاتك بس من أول يوم عايزة أخليكي تبقي بطلة العالم في أي حاجة، ففي أول يوم يجي لها انزلاق غضروفي. تصرف البنات مع ظهرهم كمان في نوع من الاستهتار، لأن البنات أسهل حاجة عندهم ياخدوا مسكن، ظهري بيوجعني خدي مسكن، فتاخد مسكن لفترة وده يخلي الظهر يبوظ بالتدريج، وهي ماشية مع المسكن كأنه هو الحل، والنتيجة بتكون وخيمة.